الكزبرة الخضراء هاي هنا اذا احد يحتاجها. هذا بس اخذوا على قد اللي تحتاجوه انتم وبقوا الباقي. الاختبار كان قرعة بين طبقين طبعاً من المطبخ الهندي، كان بتر تشيكن وحيدر أباد، فأنا كنت يعني متمنية أنه يطلع لي بتر تشيكن، والحمد لله طلع لي بتر تشيكن لأن كلش كنت حابة أجرب هاي الأكلة أطبخها، كان حظ حالفني بيها.